اهلا بكم. لو اتاخرت او اتاخرتي في علاج بحه الصوت، صوتي مش مظبوط، عندي بحه، صوتي خشن، وكانت المشكله سواء كانت لحميه على الاحبال الصوتيه او في اورام على الاحبال الصوتيه او الحنجره، وقلت ده شيء طبيعي الى حد ما ونستنى شويه، اكيد هيحصل مضاعفات. مضاعفات البحه الصوت ان هي ممكن لو كانت بسبب ورم لا قدر الله، الورم ده ممكن ينتشر للرقبة والصدر وفي منطقة الحنجرة كلها. كمان ممكن الورم ممكن ينتشر ويعمل خنقة ونضطر لا قدر الله ان احنا نعمل شق حنجري. كمان هيزيد الالتهابات ويزيد مشاكل الصدر وتشيل ويزيد المخاط ويزيد الكحة ويزيد البلغم. عشان كده نصيحتي لأي حد عنده بحة في الصوت ان هو ما يستناش ويستشير أقرب طبيب أنف وأذن. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.